هو الحب يا الله في داخلي يسري، يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الله أكبر، التقي الغني الخفي، هذا العبد محبوب عند الله سبحانه وتعالى. والتقوى هي فعل ما أمر الله، على نور من الله ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى، وترك ما حرم الله، على نور من الله تخشى عقاب الله. التقوى باختصار هي فعل الأوامر وترك النواهي. التقوى صاحبها محبوب عند الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب المتقين. العبد التقي الغني، والغنى أيها الفضلاء الكرام له معان كثيرة، منها أن الإنسان يستغني عن الناس جميعا ويستغني بالله سبحانه وتعالى، فلا يسأل إلا الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يركن إلا على الله سبحانه وتعالى. والمعنى الآخر أيضا الغنى المعروف، أن الإنسان يغتني وهو أحب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن أناس مدحهم الله بقوله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا، بل يسألون الله سبحانه وتعالى. أخي الغالي، أختي الغالية، كم هو جميل وكم هو رائع ألا نسأل إلا الله سبحانه وتعالى، إلا عند الضرورة الضرورة. ولهذا أيها الفضلاء الكرام، هناك أناس أغنياء بقلوبهم ونفوسهم اغتنوا بالله سبحانه وتعالى، وهناك أغنياء بالأموال وأمور كثيرة، ولكنهم من داخل قلوبهم وأنفسهم فقراء. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. ولذلك أيها الفضلاء الكرام، جاء مجموعة من الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سبق أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. قال صلى الله عليه وسلم: كيف؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول من أموالهم، ويتصدقون ولا نتصدق. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه سبقتموهم؟ قالوا: بلى. قال: تسبحون 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33 دبر كل صلاة. فعلم إخوانهم الأغنياء ففعلوا ذلك، ثم أتوا الفقراء مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، عرف إخواننا الأغنياء ففعلوا نفس الذي فعلنا. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الأحباب الكرام، الثالث قال صلى الله عليه وسلم: التقي الغني الخفي. سبحان الله، الخفي الذي يخفي أعماله الصالحة، الذي يخفي أعماله الصالحة عن أعين الناس، لا يبتغي بذلك إلا الله سبحانه وتعالى. أيها الفاضل، أيها الأخت الكريمة، كم هو جميل أن الإنسان يتوجه لله سبحانه وتعالى بعباداته، لا يبتغي مدح الناس ولا ثناء الناس ولا شكر الناس، بل يبتغي ما عند الله رب الناس سبحانه وتعالى. أن تصلي لله خالصا بها من قلبك، أن تخشى الله خوفا من الله سبحانه وتعالى، أن تتصدق بالصدقة تبتغي بها ما عند الله، أن تخرج زكاة المال تبتغي بها ما عند الله سبحانه وتعالى، وتخفيها عن أعين الناس. ولهذا من السبعة
الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذه لا ترى، ليس لها عيون، ولكن من شدة المبالغة لكي يخفي الإنسان أعماله الصالحة. ولهذا أيها الفضلاء الكرام، كان الصحابة الكرام والصالحين من بعدهم والتابعين من بعدهم يخفون أعمالهم الصالحة. ها هو أحد السلف الصالح رضي الله عنهم يخفي أعماله الصالحة من أقرب الناس إليه حتى توفي، وهو زين العابدين بن حسين رضي الله عنه. كان يعول 100 بيت في المدينة، 100 بيت يعولهم وهم لا يعرفون من الذي يعطيهم الطعام، فيضع الطعام في الباب ويقرع الباب ويذهب. سبحان الله، 100 بيت. ولما مات زين العابدين رضي الله عنه، تلك البيوت 100 عرفت أن الطعام لم يأتي، فعرفوا أن الذي كان يعولهم هو زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه. أخي أختي، فلنعمل أعمالا صالحة سرية بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وإن كانت يسيرة قليلة. ولذلك لفتة بسيطة في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. لماذا؟ لأنها خفية في ظلام الليل بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أدعو نفسي وإخواني إلى أن نعمل لنا أعمالا صالحة سرية خالصة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، تنفعنا وإياكم يوم الفقر والحاجة. إذا أردنا أن نكون ممن يحبهم ويحبونه، فعلينا أن نفعل هذه 3 أمور: أن نكون أتقياء، أغنياء، أخفياء، نبتغي ما عند الله رب الأرض والسماء. أرجو الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الحب يا الله في داخلي يسري، يضيء كنور الشمس، ينفح كالعطر.